انضم إلينا من جبل طارق مراسل الغد عمر شكري. عمر، منذ دقائق تابعنا على الهواء مباشرة اللحظات الأول لتحرك الناقلة الإيرانية غريس واحد، لكن هل علم يا عمر إلى أين تتجه حتى الآن أم لا؟ من غير المعلوم إلى أين تتجه، والجانب الإيراني لم يفصح حتى هذه اللحظة عن وجهة هذه الناقلة، ولم يفصح حتى قبل أن تحتجز السلطات في جبل طارق هذه الناقلة. وأنكرت إيران في حينها أنها ذاهبة إلى سوريا، والسبب في الإفراج عنها هو أن إيران قدمت ضمانا إلى السلطات في جبل طارق أن النفط المحمول على هذه الناقلة لن يذهب إلى سوريا. في اللحظات التي شاهدنا فيها الناقلة تتحرك والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام، هذه ما زالت الناقلة أستطيع أن أشاهدها في سواحل جبل طارق بعيدة بعض الشيء، لا أستطيع تحديد مدى حركة هذه الناقلة بأي اتجاه تسير بأي سرعة، لكن يبدو أنها بدأت بالتحرك كما تحدثت وسائل الإعلام بعد قرار إطلاق سراح هذه الناقلة التي احتجزت لستة أسابيع في مضيق جبل طارق لاشتباه السلطات هنا بأنها تحمل نفطا مقدر بأكثر من 2 مليوني برميل إلى سوريا، وهو ما يعد خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. لكن قرار المحكمة يوم أمس وقرار السلطات في جبل طارق هو كان بالإفراج عن هذه الناقلة، حيث ذكر بيان للحكومة هنا في جبل طارق أنه لم يعد هناك سبب لتمديد الاحتجاز لهذه السفينة بعد أن قدمت السلطات في إيران ضمانا خطيا رسميا إلى السلطات. لكن يا عمر، في هذه النقطة التي تذكرها لنا الآن، وصراحة منذ البارحة نتحدث عن مسألة تقديم طهران لبعض الضمانات، الآن ما يرد إلينا من أخبار نفي إيران لتقديم أي ضمانة مقابل الإفراج عن غريس واحد، كيف أتت هذه الأنباء والأخبار المتداولة على سلطات ومسامع سلطات جبل طارق؟ بعد القرار الذي صدر بحدود 4 بتوقيت جبل طارق يوم أمس، كان هناك بيان مطول للحكومة من صفحات معدودة يشرح فيه الأسباب التي بسببها احتجزت سلطات جبل طارق هذه الناقلة، وكذلك لماذا تم إطلاق سراحها. والبيان كان يشير إلى تقديم السلطات في إيران ضمانا بأن هذا النفط لن يذهب إلى سوريا، هذا ما ذكر بالتحديد وبشكل واضح البيان الحكومي، وما كرره أيضا اليوم رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو. لكن إيران تنفي يا عمر، هل يمكن أن تكون طهران تتلاعب ببعض الكلمات والألفاظ أمام سلطات جبل طارق، وبالتالي تعود السفينة أو الناقلة النفطية الإيرانية إلى مسارها الأول وتذهب إلى سوريا؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ وهل سلطات جبل طارق بإمكانها إيقاف مسار السفينة إذا ما كانت ستتجه مرة أخرى إلى سوريا؟ الأمران محتملان محمد. الأول، بإمكان الجانب الإيراني أن يقرر إلى أين ستتجه هذه الناقلة. الحديث الآن يجري عن أنها تبحر في البحر الأبيض المتوسط، إلى أين ستتجه حتى هذه اللحظة غير معلوم، والجانب الإيراني هو المعني بذلك بعد أن غيرت هذه الناقلة اسمها وكذلك العلم الذي كانت ترفعه. أما الأمر الآخر، هل بإمكان السلطات هنا في جبل طارق احتجاز هذه الناقلة مرة أخرى، أو سلطات دولية أخرى بدول أخرى؟ هذا الأمر محتمل أيضا، خاصة وأن الطلب الأمريكي الذي جاء في اللحظة الأخيرة قبل إصدار قرار الإفراج عن هذه الناقلة كان يسعى لاحتجاز لتمديد والاستمرار في احتجاز هذه الناقلة، والآن يجري الحديث عن أن هذا الطلب يتم النظر فيه من هيئة مستقلة هنا في جبل طارق. وذكر اليوم رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أن الأمر بالإمكان أن يعود إلى المحكمة، وهو ما أطلق باب التكهنات وجعلها مفتوحة حول إمكانية أن
يأخذ هذا الطلب الأمريكي مفعولا في المحاكم هنا، وبالتالي يصدر أمر آخر باحتجاز هذه الناقلة. لكن الحديث هذا الصباح ومنذ يوم أمس منذ إصدار القرار كان هو عن إطلاق سراح هذه الناقلة وترقب التحرك هذه الناقلة، وتأخرت بعض الشيء وتم الحديث. ترامب أراد عرقلة عملية الإفراج لكنه لم يفلح حتى هذه اللحظة، وانطلقت السفينة أو الناقلة النفطية الإيرانية من بين سلطات جبل طارق. لكن يا عمر، ردود الفعل حول تحرك الناقلة النفطية الإيرانية من جبل طارق، هل من ردود فعل داخلية أو حتى بجوار الأمريكية التي تسعى إلى عرقلة هذا القرار، قرار الإفراج؟ هل هناك دول أخرى تعارض هذه الفكرة؟ من جانب ردود الفعل الداخلية هنا الحكومية، مثلا رئيس حكومة جبل طارق يقول إن ما قامت به السلطات هنا هو يأتي بالتماشي مع القانون الدولي، وهو ممتن لما قام به القضاء أيضا، وهذا القرار بعد أن تم فحص كل ما مشتبه به، ما كان يعتقد أن الناقلة ذاهبة إلى سوريا، وبالتالي هو يعتقد أن السلطات في جبل طارق أدت واجبا كان من المفترض أن تقوم به السلطات هنا. وكذلك أيدت ذلك بريطانيا، والخارجية البريطانية كانت مؤيدة إلى موقف السلطات في جبل طارق، لكنها حثت إيران على الالتزام بما تعهدت به، وهو بعدم ذهاب هذا النفط المحمول على الناقلة إلى سوريا. لكن لا شك الإفراج عن هذه الناقلة كان ينظر إليه على أنه خطوة لخفض التصعيد مع إيران، بين إيران وبريطانيا من جهة، وكذلك بشكل عام التصعيد الجاري في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأيضا هو خطوة كان من المؤمل أن تؤدي أو أن تسرع إلى إطلاق سراح الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية، التي تحمل العلم البريطاني، والتي تم احتجازها في منطقة الخليج العربي في 19 من يوليو الماضي. إذن بشكل عام هكذا ينظر إلى خطوة الإفراج عن هذه الناقلة. لكن السعي الأمريكي في اللحظة الأخيرة لاحتجاز هذه الناقلة كاد أن يزيد الطين بلة إن صح التعبير، لكن حتى هذه اللحظة طلب لم يقدم رسميا إلى الحكومة إلى المحكمة عفوا، كما ذكرت ذلك يوم أمس أن ليس هناك طلبا للنظر فيه في المحكمة. وقال أو أوضح بعد ذلك رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أن هذا الطلب ينظر فيه من قبل هيئة مستقلة قضائية، وستتم إجراءات قضائية وقانونية منفصلة عن القضية التي انتهت بإطلاق سراح الناقلة الإيرانية، التي ما زالت هنا حتى هذه اللحظة لم تغيب عن الأنظار هنا في سواحل جبل طارق. سأعود إليك كلما جد جديد عمر شاكر من جبل طارق. وهكذا مشاهدين تابعنا اللحظات الأول على شاشتنا الغد لتحرك ناقلة النفط الإيرانية كرس واحد من بين أيدي سلطات جبل طارق.